دلوقتي ده رقم مين؟ الاوميجا دي سي. فلو اوميجا دي سي قالت ده دلوقتي ايه؟ النويز برضه ده رقم الباندويتس برضه. طيب الريسبونس بتاع اللي يجي يسرع الريسبونس بيحسن الترافيك ازاي؟ بيجري افضل. دايركت فيو دي يعني ايه؟ يعني الميت فانكشن بتاعته عارفين ايه؟ فبتعمل الليل عشان يزود الفيلم ولا دي الفانكشن الاساسيه بتاعته. يعني لو الفيلم كارت على الفيس مارشال بيبقى ايه؟ يبقى ليه دعوه. ايه اللي الفيلم كارت بتعمل ليه؟ لو عايز تستخدم السيستم. او تزود الفيلم جيم ورد. اللاج بيزود الايه؟ الجين مارشال دايركت. لو عايز بقى حاجه من الاثنين مع بعض يبقى ايه؟ هنستعمل ايه؟ هنستعمل لاج دي. Thank you.
قوتين دول مشتركين لأي إيه؟ لأي مسألة. أول حاجة نحسب الـ K الـ requirement على الـ steady state. دي أول حاجة. بعد ما نجيب الـ KC نضربها بين الـ G ونرسم بقى الاثنين على بعض. تمام؟ الـ KC. هنطلع بقى من الـ K في الـ G دي نطلع كل حاجة. نطلع بقى الـ Omega GC والـ PC والـ Space Marshall والـ General. طيب بعد كده نعمل ايه؟ هندور على فاليو للاوميجا جي سي نيو هنحطها فين؟ هندور على النقطه عندها الجيت من 0 ل 20 دي بي هنقول ليه بقى زي هناك هنخلي التاو جي او واحد بقى على التاو جي اللي هي النقطه دي هخليها ديكيت قبل مين؟ قبل اوميجا جي سي نيو زي هناك بالظبط فدي معناها ايه؟ معناها التاو جي هتساوي 10 على اوميجا جي سي كده احنا جبنا مين؟ لو قلنا خلاص بيتا قلنا ب 10 والالفا ب 0.1 وجبنا تاو جي وجبنا كي سي في اول خطوه بقينا مين دلوقتي؟ بقينا تاو دي بس هنجيب تاو دي ازاي؟ احط التاو دي بحيث تخلي الجيل بقى كل بكام؟ 0 دي بي دي بقى اللي بتظبطها هنعملها ازاي؟
طيب دي أول خطوة هنعملها نحسب الـ K دي أول خطوة عايزين نحسب الأول K C تحت الكنترول هنعملها إزاي؟
ريكويرمنت على الايست ريستريكشن. هو خمس فيز ريكويرمنت على الايست ريستريكشن. طب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي رامب انبوت الستوب بتاعه 2 باي، عايز الايرور دي يكون اقل من باي على 10. خلاص؟ طب انا هاخد ده من الكي بي. الكي بي دي رامب واحده بس لتي كده الانبوت. طب بيساوي ايه؟ لو الستوب بتاعه 2 باي يبقى ار اوف تي هيساوي 2 باي بي. طب انا عايز الايرور رامب اعمل ايه؟ هقسم على 2 باي. خلاص؟ يبقى ده الايرور ل 2 باي تي. طب الايرور للتي بس يبقى بكام؟ يبقى الايرور بتاع الرام 21 1 على 20 حسب الرقم ده على السلوك. خلاص يبقى ايه؟ 1 على 20. دي تاني. دلوقتي انا بقول الكي بي. الكي بي هي مين؟ بحسب الكي بي دي ده رام انبوت. طب هل ده رام انبوت؟ لا، ده الانبوت ده بتاعي عباره عن 2 بايت رام، يعني راب مضروب ايه؟ في سكيل. خلاص؟ فانا الكي بي دي متعرفها ان راب بيفوت، يعني عايز الايرور بتاعي يكون تي. طب ده الايرور ل 2 باي في تي. طب الايرور بقى تي بس اللي هو بتاع الراب بيبقى بكام؟ هقسم على مين؟ على 2 باي. تمام؟ وتبقى الكي بي بتساوي ايه؟ اه كمان بتساوي 20. خلاص؟ بجيب بقى الكي بي من مين؟ من الريكويرمنت. طب الكي بي هتساوي ايه؟ الليمت بتاع اس جي اوف اس هتعوض باس في المعادله دي وتجيب الايه؟ وتجيب الليمت هيطلع بيساوي 2 كي. يبقى انت عايز 2 كي يساوي 20، يبقى الكي سي بكام؟ ب 10. يبقى الكي سي بتساوي 10. ماشي يا جماعه، دي اول خطوه. وبعدين تعمل ايه؟ بعدين ترسم كي سي في الشيء. خلاص؟ اهو بقى الكي هنا بكام؟ ب 10 اللي خدتها دي. فهترسم مين دلوقتي؟ هترسم 240 على الكلام. ما ينفعش تقعد في الدود ارسم كده، لازم اعمل ايه؟ لازم احولها لايه؟ كلها تبقى نمرات. هتبقى ايه؟ هتبقى 20 على اس 29 و 29. تمام؟ طيب تكسب بقى الكلام ده، تطلع بتساوي كام؟ تطلع المنظر خلاص؟ يبقى كده تطلع المنظر. بعد ما خلصت الرسم بتاعك تعمل ايه؟ شوف بقى هو عايز ايه؟ خلاص يبقى اول خطوتين عملناهم هم دول مشتركين لاي مساله. طيب بعد كده بقى هتقول ايه؟ هو عايز الفيز مارشال ب 45 وهو في جي سي اقرب من 1. طب السيستم بتاعك اصلا ستيبل ولا ار ستيبل؟ السيستم بتاعك ار ستيبل، فهتفكر في مين؟ في اللاج. خلاص؟ يبقى هو التفكير ليك اللي هي مين؟ اللي هي النقطة دي. لو عايز تشتغل السيستم يبقى محتاجين ايه؟ محتاجين لاج. ليه؟ عشان اللاج هو اللي بيقلل اوميجا جي سي. خلاص؟ يبقى احنا عايزين نخلي اوميجا جي سي اصغر من اوميجا بي سي. يبقى انا بستعمل لاج. طيب لو حد عايز يحلها لك هيعمل ايه؟ هيحسب الفيس ده هيقول ناقص 82 زائد الفيس مارشال ريكوير زائد السيفتي فاكتور اللي هو 10. تحسب الكلام ده هيطلع بيساوي ناقص 125 درجة. ماشي؟ ناقص 125 درجة. هتدور في الكيرف بتاع الفيس ده على الفريكونسي اللي عندها الفيس بيساوي ناقص 125. هتلاقيها عند الفريكونسي 2.45. هل مسموح لي استعمل الفريكونسي دي؟ 2.45؟ هل ده يبقى حل مظبوط؟ ها؟ صح ولا غلط؟ الحل ده هو حلها كده في الامتحان يبقى صح ولا غلط؟ دي الاوميجا جي سي. اه كنت عايز تفكر ايه؟ كنت عايز. لا انا بتكلم على حلها لاج، حلها كده لاج مش لاج دي. غلط طبعا. ايه؟ غلط طبعا. ايه اللي غلط؟ مش هي اكبر من واحد. اه صح. يبقى صح؟ ماشي؟ الحته دي بقى عايزه توريك ان المساله ممكن تتحل باكثر من طريقه، ممكن تتحل لاج او لاج. خلاص؟ الامتحان تعمل ايه؟ لو اللاج اشتغل معاك ونفع
ما تعملش اللاج دي. ليه؟ انت في الامتحان هتسال 6 رسومات، فلو رسمت رسمه اللاج دي تبقى صعبه جدا بالنسبه للاج. فلو حابب تعمل باللاج ما تعملش بقى اللاج دي تقول بقى اكيد هو جايبها عشان اعمل اللاج دي. لا، لو اتعمل باللاج خلاص كمل اللاج، لان بعد كده الرسم هيبقى صعب. خلاص بعد كده هترسم مين بقى؟ هترسم المعادله الاولانيه اللي هي كيف جي، وبعدين اللاج، وبعدين الاثنين مع بعض تجمعهم مع بعض. فلو مسألة لاج دي تبقى ألف من اللاج. تمام؟ فلو مسألة حل باللاج أو اللاج دي هنلاقيها باللاج. ماشي؟ عايز كل الريكوايرمنت الفيلتريشن اللي هو عايزه هيبقى عند الفريكونسي 2.45. يبقى هي دي اوميجا جي سي دي. هل الاوميجا جي سي دي محققها كده ولا محققها؟ محققها. خلاص يبقى الحل ده مظبوط. طيب لو حد بعد ما حلها لاج دي افرض بقى ان هو الكونديشن ده كان رقم تاني، يعني مثلا هنا اوميجا مثلا 2.45 وهو قال لك انا عايز اوميجا جي سي اقرب من 3، مش عايز اقل من 3. خلاص؟ بس انت مش هينفع اشتغل بقى بالطريقه دي. اشتغل لاج دي. ايه بقى اول خطوه في اللاج دي؟ اول خطوه بدور على فريكونسي عندها جين ما بين 0 و20 دي اللي هي الخطوه دي. خلاص؟ بدور في الكيرف بتاع الجين بتاعك ده على الوضع الجين فيها ما بين 0 و20. طيب قبل ما تدور في فريكونسي بناخدها دايما من الاول اللي هي مين؟ اوميجا بي سي. خلاص؟ ندور على اوميجا بي سي. اوميجا بي سي الجين عندها بيساوي كام؟ ايه؟ اوميجا بي سي الجين عندها بيساوي كام؟ هو ناقص الجين مارجن. خلاص؟ الجين عند اوميجا بي سي هو ناقص الجين مارجن. فالجين عند اوميجا بي سي بيساوي كام؟ بيساوي 2.45. هل هو بين 0 و20؟ بين 0 و20. خلاص؟ يبقى ينفع اخدها هي اوميجا بي سي دي. خلاص؟ فاول فريكونسي بندور عليها هي اوميجا بي سي. لقيت عندها الجين من 0 ل 20 خدها. خلاص تطلع الجيم من 0 ل 20 فهتقول ايه بقى؟ هتقول الجيم عند اوميجا بي سي بيساوي 2.45 وده اقل من 20، يبقى ينفع اخدها اوميجا جي سي دي. خلي بالك ان اوميجا بي سي دي هتتغير، مش هيبقى كريتيكال ستيبل. يعني اوميجا بي سي دلوقتي بكام؟ بالفاليو دي، بس لسه هزود بقى مين؟ جزء التعليل لسه ما جاش. الجزء التعليل هيغير اوميجا بي سي دي. هتحط الفاليو دي بس، لكن اوميجا بي سي نيو مش هتساوي الفاليو دي خالص. تمام؟ بس اشمعنى اوميجا بي سي؟ ايه؟ اي نقطه. هي اي نقطه، بس دي اسهل حاجه. هنقول ليه بقى؟ ليه تاخد اوميجا بي سي ومش اي نقطه؟ عشان الخطوة اللي بعدها اللي هي رقم 5، فالأول نفس التاو جي بتساوي كده. تعالى بقى للتاو دي، عايزين نرسم خط بيقطع أي نقطة بقى دلوقتي، أوميجا جي سي نيو وماينس الجين عندها، يعني ماينس إيه؟ الفاليو دي. عايزين خط بيقطع النقطة دي 3.4 طبعا الفريكونسي ودي ايه؟ الجين. هتيجي في الكيرف بتاع الجين ده وتعمل مين؟ هتعمل خط ده. يبقى عند النقطة دي ترسم. خلاص؟ بس عايزين نتاكد ان انت حاطط الرسم صح. تاكد ازاي؟
فتره التمو ده انا ممكن اجيب لك تاو دي من غير ايه؟ من غير ما التمو، ازاي؟ انا عارف الخط ده عليه نقطتين، النقطه اللي فوق هي النقطه دي اوميجا دي سي نيو ماينس كي سي في الجي، دي النقطه اللي فوق. طب اللي تحت عند واحد على التاو دي ممكن عندها بنقط 20 دي بي، انت عارف نقطتين وعارف السلوب بتاع الضغط، حط السلوب بتاعه 20 دي بي بير دي بي. فممكن اقول ايه؟ ممكن اقول فرق الجين بيساوي ايه؟ فرق الجين هو ناقص كي الماجنتيود زائد 20 دي بي نيجاتيف. الفرق ده بيساوي كام؟ بيساوي السلوب روج اوميجا على اوميجا. كده الفهم ده قلناه قبل كده زمان. بيساوي السلوب بتاع الضغط روج اوميجا على اوميجا. الكلام ده هيساوي 20 اللي هو السلوب الاوميجا دي على الاوميجا دي، يعني بيساوي لو اوميجا دي في نيو تاو. دلوقتي لو حللت المعادله دي هتعرف تجيب تاو دي من غير ما ترسم الخط، بس مطلوب منك في الامتحان ترسم، بس هتجيبه بس عشان ايه؟ تاكد ان انت حالل صح. خلاص؟ تاكد ان انت حالل صح. في الاخر تعمل ايه بعد ما تاخد الفاليو دي؟ تاكد ان الخط اللي انت عملته ده بيطلع عند نفس الفاليو. خلاص هو مقلوب الفاليو دي. ماشي؟ اللي هي دي؟ دي اللي هي قيمه الجين عندهم ده سي نيو بس بالنيجاتيف. يعني هي قيمه الجين عند الاوميجا اللي احنا خدناها هي القيمه دي. حطيتها في القانون بالنيجاتيف بقى عشان في اشاره اكتر. طب حل المعادله دي هنجرب تاو دي بيساوي 0.866. لازم يطلع لك تاو دي اصغر من تاو جي. خلاص لازم يطلع تاو دي اصغر من تاو جي. ليه؟ الفاليو دي دي ما انا ايه علاقة الجي في الموضوع؟ ال 20 اللي هو ده الكونديشن ده لازم الاقي نقطة عندها الجين أصغر من 20. تمام؟ لازم أتأكد إن الأوميجا دي سي نيو عندها الجين أصغر من 20. تمام؟ طب ليه بقى أخدنا أوميجا بي سي؟ لو أنت أخدت القانون ده بقى عوضت عن اوميجا جي سي نيو هي اوميجا بي سي القديمه. يبقى الفاليو دي بتساوي مين؟ لو خدت اوميجا جي سي نيو هي اوميجا بي سي يبقى الجين ده هيساوي مين؟ الجين مارشال. خلاص؟ يبقى الجين عندها هو جين مارشال. فدي ميزه بقى انك تاخد مين؟ انك تاخد اوميجا بي سي هي اوميجا جي سي نيو. انك تعمل ايه؟ هتكون لو اوميجا جي سي نيو لو اوميجا بي سي القديمه تتحول الفاليو دي للجين مارشال. بدل ما تقعد تدور على نقطه وتحسب عندها الجين بكام؟ تتأكد ان الجين عند اوميجا بي سي لقيته محقق خلاص استعمل بقى القانون ده على طول. ان الجين مارشال زائد 20 يساوي كام؟ تجيب مين؟ تجيب تاو دي من غير ما تقعد بقى تدور على ايه؟ على نقطة. تمام؟ طب جبنا تاو دي وجبنا تاو جي وجبنا كي سي. اخر حاجة بقى تعملها تكتب ايه؟ الحد بتاعك. هتقول في الاخر المعادلة بتساوي ايه؟ هتساوي الكي سي اللي هو 10 واحد زائد تاو جي في اس التاو جي اضربها في 10 عشان خدها ميتا في 10 تضرب الفاليو دي في 10 وبعدين واحد زائد تاو دي
تقسمها على 10 عشان اعرف اقوي الكوره. بعد كده تعمل ايه بقى في الامتحان؟ هتلزم البوت بتاع الجزء ده من غير ال 10. ال 10 باص ايه؟ لو شفتها انت مع الجزء ده اللي هو الكي سي هتلزم مين؟ ده لوحده. فيز وماجنتيود اللي هو الجزء ده. وبعدين تلزم مين بقى؟ جمعهم. خلاص؟ تلزم جمعهم. مش كده قلنا لو بسها لاج هنلاقي احسن من لاج. ماشي؟ هي المعادله دي بنجيب معانا جيم القديمه، بنجيب منها التو دي ولا معانا؟ اه بالظبط. لا الجيت مارشال القديم واوميجا بي سي الجديده هي اوميجا بي سي القديمه. فانت معاك هنا كل حاجه ما عدا مين؟ ما عدا ده ودي. الجيم دي قديمه. دي القديمه. دي ده الجيت مارشال القديم. ده الجيت مارشال اللي هو الجيت القديم عادي. ايه؟ اوميجا بي سي جديده. تحتاجها عشان تحسب الجيت مارشال. طب هنا لو في ريبورت على الجيت مارشال بتحسب اوميجا بي سي الجديد. كده كده انت لسه بتحسب تاني كل حاجه. كل الاحوال حتى لو ما ضربش لازم كل حاجه تاني. فممكن تطلع بقى كل الريكويرمنتس كلها، تطلع بقى الفيس مارشال الجديد وممكن الجي سي الجديده وممكن البي سي الجديده وكل حاجه. تمام؟ في مشكله يا جماعه في السنه دي؟ طيب هنا بقى عايز يعمل ايه؟ عايز فور ريكوايرمنتس. ايه اول خطوه؟ تجيب الكي. تجيب الكي ما تفكرش خالص دلوقتي. خلاص؟ ما تفكرش خالص، هات الكي الاول. اول حاجه الكي بي بكام؟ 100. الكي بي 100. هتجيب الليمت بتاع الكلام ده هيطلع بيساوي كام؟ 60. هيطلع بيساوي الكي. خلاص هتلاقي هنا 160 حاطين مع 160. كده جبنا الكي سي. تلزم مين بقى؟ هتلزم كي سي جي. وبعدين بقى ترسم مين؟ هترسم البوت بتاع مين؟
قدمت الايه؟ قدمت الرسمه وطلعت الايه؟ طلعت المعلومات اللي عليها. بعد كده بقى بصوا عايز ايه؟ دلوقتي السيستم بتاعي على ستيبل. دي تبقى سهله قوي، يعني دي اسهل حاجه. لو انا في اسهل بفكر في اللعبه على طول. خلاص؟ احلها هناك، بقول ايه؟ احسب 180 يبقى في المنتهى دي حقيقتك الايه؟ حقيقتك الاثنين. طب افرض انت عايز تاخد فريكونسي ثانيه غير اوميجا بي سي. خلاص؟ في الرينج ده هتعمل ايه؟ هتحسب الجين عند 10 وعند 20. خلاص؟ تحسب الجين عند 10 وعند 20. الجين عند 10 هتلاقيه بيساوي 18 دي بي. الجين عند 20 6 دي بي. معناها ايه الكلام ده؟ معناها انك لو خدت اي فريكونسي ما بين 10 و 20 هي اوميجا سي سي ديو تبقى صح. ليه؟ لان كلهم حقيقه كلهم اقل من كام؟ اقل من 20. لكن لو لقيت دول الفريكونسي عندهم الجين اقل من 20 ما ينفعش تاخدها هي مين؟ اوميجا سي سي ديو. تمام؟ والمساله دي كل الرينج محقق ان ايه؟ الجين اقل من 20. ما ينفعش كل اي واحده فيهم ايه؟ هي اوميجا سي سي ديو. فانا خدت اوميجا بي سي عشان بس ايه؟ سهل الحل على نفسك. طالما انت خدت اوميجا بي سي نيو هي اوميجا بي سي يبقى تقول ايه بعد كده على طول؟ تقول ان الجيم مارجن لا 20 بتساوي 20 لوج اوميجا بي سي بتساوي معاك الجيم مارجن اهو ومعاك اوميجا بي سي اهي هل تجيب مين؟ تجيب تاو بعد الرسمة تعمل ايه؟ نفس الكلام عملناها قبل كده. تيجي عند ال 12 دي اهو عند النقطة دي وتعمل خط الاسلوب بتاعه 20 ثم هيطلع فين؟ مع ناقص 20. يبقى الفاليو دي هي مين؟ هي 1 على 1000. طبعا الحل هنا يطلع اكزاكت اكتر عشان دي معادله. خلاص؟ تنزل بيها بالخطوط بس تطلع قريبه جدا منها يعني. يعني لو بوينت 1 5 8 تطلع قريبه قوي، بوينت 1 5 حاجه برضه. ماشي؟ تطلع قريبه جدا منها. طيب بعد كده بقى ايه؟ هجيب توشي، توشي هجيبها ازاي؟ هي 10 على 1 كالي سينيو. متأكد ان ايه؟ ان تاو دي اصغر من تاو جي. خلاص؟ تاو دي اصغر من تاو جي. يبقى في الاخر جي سي هتساوي ايه؟ هتساوي كي سي 100 اللي هي كده رفع 10. تعمل ده كده خلاص؟ بقى لو شفت الاول دي مشكلتك بقى فين؟
انك مش لاقي نقطه على الجيم بلوك بتاعك عندها الجيم اللي هو ناقص 20 نقطه واحده على جزر اصلا. ماشي؟ لو ما لقيتهاش تعمل ايه؟ يبقى لها جديد برضه. يبقى لها جديد برضه، تمام؟ طب ابويا يعمل اللي قال لك 455 يبقى ضابط ليه؟ ما تروحش لله جديد. كمل عادي. يبقى لو انت لساتك بتشتغل ليه؟ شغاله ضابط ليه لو ابويا مره من كام؟ 55. لان لله جديد اصعب من ايه؟ من الضابط ليه. ماشي؟ طب نكبر بقى شويه كده. احنا المفروض خلصنا جزء محمد جزء الكريبي، يعني شرحنا الفوت روت، شرحنا نايت، والنهارده هيبقى خلص الثاني. المره الجايه شرحنا الليج لوحده والتاج لوحده، النهارده هيبقى خلص الليج. تمام؟ امتحنت في الفوت روت، امتحنت في نايت. ليه ازاي؟ عشان ما يتنسيش واحساسكم تنحين. الناس النهارده عموما اللي كله كان بيتنحى. الفكره ان هو ما تذاكرش السكشن اللي فات، والفوت روت نفسه منسي اساسا خلقه. والخطوات كتيره. والخطوات كتيره. عشان الموضوع ده ننحى نلمه شويه، ما ينفعش نحل الشيء بتاعه قبل الفاينل. فالفاينل انت المفروض الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي اللي هو مش عارف صح؟ فيا ريت يعني يكون الجمعه او السبت الشيء اللي بتاعك بس تذاكره. مش عايز تذاكر حاجه من الكنترول ولا انت بقول دلوقتي تذاكره. دلوقتي المهم ذاكره وقت الفاينل. بس ازاي؟ عشان هو ثلاث انواع وكل نوع ليه ستيبس. كل ستيبس بتختلف عن حاجه ثانيه، وتحسب اللي يطلع بالكيرف ينزل بالكيرف ولا حاجه، تحسب وين نفسي وين ضامن انها الكلام ده كله عشان ما تتلخبطوش. لان لو ركنت الجزء ده وخدت الفاينل، يا اما هنعمل في سيكشن ثاني ودوت هيبقى صعب، لان دوت هيبقى ضيق، يا اما الجزء ده هيتروح منه. لان الدكتور مش هيسال في الجزء، الدكتور هيسال في الليد لاج جوه الجزء. فانت المساله جايه ب 20 25 درجه كده ما ينفعش تجيب. فالجزء دوت عشان خاطر الناس تعوض الموضوع دوت، هو خطوات كتير. اعمل لنفسك كده ورقه، سامع دوت بعمل ايه وده بعمل ايه وده بعمل ايه، وحل الشيء. ونزلنا لكم الشرح وحل الشيء. انتوا متنحين لان الموضوع دخل في بعضه. بس لما تقعد انت والله تقعد مع نفسك الموضوع فيه سيستماتيك، مش اي حاجه. خليك شوف بس المساله بنكتبها على الحلقه دي. نفس الرسمه، رسمه شبهها شويه، بطلع البرامتر، بعد كده اه الخطوه دي الخطوه دي الخطوه دي خلصت المساله. تمام؟ عليك 25 درجه. 20 او 25 درجه. لان هو بيمتحن جزئين في مساله واحده. تمام؟ طيب. اخر حاجه بقى النهارده ان شاء الله الجزء دوت دكتور عشان في اخر محاضره حابب تتكلم عن حاجه اسمها الستيت سبيس. الستيت سبيس دوت حاجه ليها علاقه بالكلام اللي فات شويه، حاجه الستيت سبيس برزنتيشن تفكيره. اخدت الجراف بتاعتك وطلع الكريس ستور جراف. ليه انا قلش مواجع في السكشن ده موجود. فانت هتلاقي اس اس ار شيت جديد وسكشن جديد، عشان كده كتبت السكشن وكتبت لكم الشيت والحل بتاعه ونزلته لكم على الاقل. ومعايا حل كويس. الناس النهارده هنتفرجوا على السنه من 50 حلوه؟ الافرج كويس بس الافرج كويس هي الوحشه. فاي حد لما يجي يتكلم معاك في اي حاجه يبص على السنه الكويس. ماشي؟ ما تجيش تتكلم في الافرج كويس. طب ما كنا ظبطناها ان هو يبقى المشروع عليه 10 والجزء عليه 8. تمام؟ والمشروع 50 درجه نعمل ايه طيب؟ والبونص التاخر والراجل الطيب ده انا عايز اجيب الشوكولاته انا الكلام ده بس الراجل ده واخد 6 بونص، احنا كنا بنلمت ان شاء الله. طب ما انا كمان واخد بونص. اي حد خد بونص كده اسمه الورقه هيتاخد، بس الراجل ده كنا بنلمت اخرنا 3 درجات. فالراجل ده تعود على الموضوع، نطلع على السكشن هجيب لك حاجه. ماشي؟ هو والاب الكويس في واحد بس قبل يعني ابو الصابر ان شاء الله الصابر مش جايب 10 هو الموضوع كان ده 4 درجه وجاي دلوقتي في المفروض اللي جاب 10 10 ونص ما شاء الله الله اكبر. كنت عايز اجيب له غدا بس طلع بيصبر نفس الفلوس فاكس عارفين ازاي مش عارف هو ماشي هو اللي بعد كده توصيل الصبح حتى ما روح ما ينفعش كده. طيب عشان نتكلم عن السيستم ده نحاول نفتكر مع بعض كده ايه اخر حاجه قلناها ايه الترم اللي فات. الترم اللي فات كنا بنتكلم عن حاجه اسمها الاس اس ار. ايه الاس اس ار ده؟ الستيت سبيس برزنتيشن. يعني زمان بس انا بيبقى عندي ريليشن من الاول في الانبوت هي عباره عن ايه؟ عن كونترول فانكشن صح؟ يعني مثلا بيبقى عندي الكتريكال سيركت فيها كويس وتقول داخل انبوت فولتج وطالع مثلا اوتبوت فولتج. فانا كده بريزنت السيركت ديت از فانكشن يعني بريزنتها بنفس فانكشن علاقه بالانبوت والاوتبوت. هم حطوا يعرفوا حاجه اسمها الستيت سبيس برزنتيشن. ايه اللي سيبت سيستم برزنتيشن دوت؟ قال لك احنا في شويه انفورميشن زياده في الدايره عندي او شويه حاجات هيدن في الدايره انا احب ايه او السيستم ده احب اعرفها از ستيت. يعني اقول مثلا اه الكرنت في الكويل او الفولتج على الكباسيتي دي ستيت بتاعتي هتمثل لي او هتقول لي البرفورمانس بتاع السيستم ده كويس ولا وحش بجانب الاول. يبقى اكيد بطل الدنيا بدل ما كان عندي مثلا الاول بلوك كده في
في ترانسفر فانكشن بس الانبوت خارج منه الاوتبوت، لا قال لك احنا هنفصل الدنيا شويه. اكني احط مثلا بروب او احط بن في النص كده هقيس فيها ايه الاكسات بتاعتي، يبقى هيك اكني بيطلع اليو برضه بيطلع الواي نفس الكلام، بس شويه انفورميشن هنا في السيستم بدايه او رايح حاجات بس تخبيها في السيستم، لما الاحظها او لما اشوفها دي هتديني انديكيشن السيستم ده شغال ازاي. فعشان كده اعرفكم السيستم ازاي شغال في البدايه والبرزنتيشن الثاني بيربط الانبوت بالاوتبوت وزياده عليه حاجه اسمها ديسبيس. طيب لو تسيبوا الايكويشن بتاعكم ناسيين خالص، كان في حاجه اسمها كده اكس بلس تي، كان شغل حاجه اكس ده حاجه اسمها صح؟ ايه؟ اكس زائد البي في صح كده؟ دي عباره عن حاجه تايم بتكون التفاضل بتاع الستيت مع الستيتس والانبوت. طيب ايه الايكويشن دي كده كان اسمها ايه؟ الستيتس ايكويشن. بص بالظبط يعني السكشن هنا ده محتاجين كله محتاج اكتر من كده تمام؟ واي كده طلعت السيكويشن فاضل لي ايه الاوتبوت؟ الاوتبوت عباره عن برضه واي وسي اللي هي ايه؟ السي ماتريكس الاكس بتاعتي اللي دي ماتريكس في اليو في. يبقى اكيد مجرد انا ما عملتش اي حاجه جديده دي اسمها الاوتبوت ايكويشن، ما عملتش اي حاجه جديده غير ان انا مجرد عملت ديفاين شويه حاجات زياده في السيستم بتاعي، وفي الاخر برضه انا عندي ايكويشن من الاوتبوت مش اكتر من كده. طيب تعالوا نفتكر الدايمنشنز مع بعض شويه. احنا عندنا الاكسات ديت ممكن نعرف في ستيت ثلاث ستيت يبقى فيكتور كام في كام؟ ان في واحد في الجنرال مثلا صح؟ يبقى معنى كده الاكس برضه لو انا دوت ان في واحد يبقى ان في واحد والانبوت بتاعي ممكن يبقى كام في كام؟ ممكن يبقى سنجل انبوت واحد في واحد او مالتي انبوت يبقى جنرال عباره عن ايه؟ انوار واحد صح؟ الناس معايا الناس فاكره الكلام ده الاول دي ان في واحد دي كده انوار في واحد. طب تعالوا معايا نختار ال A وال B وال C وال D دي اسمها الماتريسيز بتاعت الاس اس ار، تعالوا نختار الدايمنشنز بتاعتها، ال A كده تبقى كام في كام؟ يبقى ان فين تمام، ليه ان فين؟ عشان كله يبقى ان فين عشان كله يبقى ان فين عشان كله يبقى ان فين حاجه ان في واحد عمر ال B كده تبقى كام في كام؟ ان في ار ان في ار ان في ار انا عايز يطلع حاجه ان في واحد، فلما اضرب ان في ار يبقى معنى كده ان انا ايه؟ الار هتكون مع ار يفضل لي حاجه ايه؟ ان في واحد والسي تبقى كام في كام كده؟ ام في ان ام في ان صح كده؟ ودي ماتريكس حاجه ايه؟ الاربعه ماتريسيز دول هم اسمهم الستيت ماتريكس. كان الترم الاول هدف بدل ما تدي السيركل بتاعتي وانت بتجنريتو، احنا الترم الاول مش مطالب انت كده، اخرنا هندي لك الستيت ايكويشن بالشكل دوت او ندي لك البرزنتيشن يعني على طول، او لو ادينا لك الدايناميك ايكويشن وهنقول لك ايه الستيت بتاعتك. يعني انت زمان كان لو تفتكر كنا بنتعلم ان نختار الستيت بيبقى عليها سيركل ونختار الستيت ونبدا نجيب الايكويشن دي، مش مطالبين الكلام ده ولا مطالب انك انت واحد تعرف فاكرين دايجونال فورم والاوبزيرفر فورم، مفيش اي حاجه، هو الشكل اللي يدولك الشغل عليه مش هخليك تذاكر حاجه زياده عنه تمام؟ طيب كده دول ده الاس اس ار، حد يعرف تيجي ونجيب علاقته بالترانس فانكشن نعمل ايه؟ لان ده حاجه في تايم دومين، لو احنا عارفين ترانس فانكشن ده حاجه في تايم دومين، فمحتاجين نعمل ايه؟ لابلاس لابلاس تعرف اول نفكر ان احنا نعمل لابلاس ترانسفورميشن للايكويشن دي اس اكس اكس بالظبط اكس دول بتديني عباره عن ايه؟ عن اس في اكس اوف اس ناقص اكس اوف 0 ايكوال الـ A بالـ X اوف S زائد الـ B بالـ U اوف S. حلو جدا. طب واحنا اختلفنا الـ Trans Function كان فيه كونديشن مهم بنشتغل عليه اللي هو بالظبط 0 Initial Condition، يبقى الـ X اوف 0 كام؟ 0. يبقى معنى كده لو انا عايز اجيب الناحية الثانية ينفع على طول كده اقول ان هي عبارة عن S ناقص A؟ ينفع؟ الـ S دي عبارة عن حاجة كتيرة ودي عبارة عن حاجة فيكتور، فهنعوض على طول من الـ A بنضرب الـ Identity Vector عباره عن اس اي ناقص الاي في الاكس اوف اس بتساوي البي في اليو اوف اس. طب لو انا عايز اجيب الاكس لوحدها عايز اخد من ده اضرب الانس من هنا، يبقى اذا طلعنا الاكس اوف اس هي عباره عن اس اي ناقص الاي هو الانفرس مضروب في البي في اليو اوف اس. طب كده انا جبت علاقه من اليو لوحدها والاكس لوحدها، نفسي اجيب علاقه من الايه؟ من الواي اوف اس لوحدها واليو اوف اس. بس نفس الكلام هنعمل لابلاس يعني الكلام ده، لابلاس يعني الكلام ده هيقول ان هي عباره عن يو اوف اس ايكوال السي في الاكس اوف اس بلس الدي في اليو اوف اس. انا نفسي اجيب في الاخر اليو على الواي تمام، فنفسي ابص من مين؟ الاكس اوف اس اعوض عنها بايه؟ بالكلام ده. فاكرين الاثبات الصغير ده بعمله حاجه عشان تفتكروا شويه، فهنشيل الاكس اوف اس يبقى عباره عن سي في اس اي ناقص الاي فور انفرس في البي زائد البي كل ما في مين؟ في اليو اوف اس. يبقى حد خد باله كده ايه الترانس فانكشن لو كان جايب ان هي اس اس ار يبقى ايه الترانس فانكشن؟ سي اس اي ناقص ايه؟ كل مش مطلوب سهلة ولا صعبة؟ سهلة ولا صعبة؟ تمام؟ طيب كده احنا عرفنا لو انا عندي الاس اس ار ده طبعا منه الترانس فانكشن. طب نفس الكلام
ازاي نضع الكاركترستكس ايكويشن؟ هي المقام بتاع بالظبط المقام بتاع الاس اي ماينس اي بالظبط بتيجي منين؟ هتيجي من الاس اي ماينس اي اللي بتيجي ازاي؟ لما الانفرس بتاع ماتريكس هو عباره عن ايه؟ الهوم المثليه عند ماتريكس الانفرس بتاعه عباره عن ايه؟ من الادجوينت بتاعه على عند الانفرس بتاعه صح؟ فده عباره عن ادجوينت يبقى الاس اي ناقص الاي على الديتيرمنت بتاع الاس اي ناقص الاي في البيتا دي حد بياخد باله؟ مجرد بس فكيت الانفرس دوت هو عباره عن الادجوينت بتاع الماتريكس على الديتيرمنت بتاع التحيه والماتريكس تعريف الماتريكس الانفرس بتاع الماتريكس هو عباره عن الادجوينت بتاع على المقام يبقى على الديتيرمنت يبقى معنى كده فين المقام بتاع الكاركترستيك كويشن؟ بالظبط كده يبقى الكاركترستيك كويشن بتاع اللي هي المقام بتاع الترانس فانكشن هو عباره عن الديتيرمنت اس اي ناقص الاي بس كده بتساوي زيرو. طب حد يفكر معايا لو جبنا اللي هي الاس اس ار والتشيك سيستم ستيبل ولا لا نعمل ايه؟ عندي الاي وال بالظبط يبقى عندي ايه بس؟ هجيب اس اي ناقص ايه واجيب الديتيرمنت بتاعها هطلع الكاركترستيك ايكويشن. عندي حاجه الاثنين يا اما اطبق لوس يا اما اجيب البولز واشوف البولز لو في ليفت هاف يبقى سيستم ستيبل لو في رايت هاف يبقى سيستم ان ستيبل. حلو جدا. طيب دي الحاجات انا بقول لكم الحاجات اللي محتاجينها كلها من الاس اس ار ماشي؟ طب احنا كده عرفنا يعني ايه سيستم ستيشن عرفنا يعني ايه ترانس فانكشن عرفنا ازاي نجيب الكاركترستيك ايكويشن لحد ما احنا ايه الجديد بقى؟ ايه الموضوع الجديد؟ الموضوع الجديد هو عباره عن السيفتي بيت. السيفتي بيت دوت حاجه شبه الكومبوزيشن بمعنى ان انا بيبقى عندي سيستم بيبقى فيه انبوت بيبقى فيه انبوت معين في السيستم بتاع الانبوت بيدخل بيجنريت ايه؟ اللي زي ما قلنا بيجنريت الستيت والاوت صح؟ صح ولا لا؟ معايا؟ طيب يبقى الانبوت هيدخل هيطلع الاكس ويطلع الواي. طب حلو جدا. انا لقيت ان الترانزنت ريسبونس بتاعي مش كويس بمعنى الزيتا والمجين الفاليو بتاعتي مش كويسه او السيتنج تايم والرايز تايم والبيك تايم الفاليو بتاعتي دي مش عاجباني فانا محتاج اتشنج الحاجات دي عشان يغير الحاجات دي. زمان كنا في الترانس فانكشن بنعمل ايه؟ كومبنسيشن صح؟ هنا راح قايل لك لا بقى احنا الجديد ان انا خلاص انا هقول ان انا هستخدم مثلا انيشال انبوت انيشال انبوت هيجنريت اكس معينه والواي معينه بعد كده الاكس دي هرجع بيها بفيدباك ماتريكس كده اسمها نيجاتيف كي واثر في اليوم بحيث اقول له انت الستيت اللي انا قلتها دي الريسبونس بتاعها مش كويس ارجع تاني غير لي في الانبوت بحيث يغير لي في الستيت وهكذا. فاهمين يعني الستيت الستيت باك؟ يبقى الستيت باك ان انا بمسك الستيت بتاعتي بقيس الستيت بتاعتي بعمل فيها فيدباك بحيث ارجع اغير في مين؟ في ليه عشان يحصل لي ريسبونس معين لكني بعمل كومبنسيشن في الاس اس ار. طب حد سؤال حد الصبح سالني سؤال حلو جدا قال لي طب انا ممكن ارجع بالواي صح؟ بالظبط ده توبيك جديد حاجه توبيك تاني ما هو مش هقول التوبيك ده حاجه اسمها الاوت فيدباك بمعنى انك انت بتقيس الاوت برضه او بتقول كله فرق انك انت بتوبزرف الاوت بتقيس الاوت وبترجع برضه بفيدباك ماتريكس جين تانيه اسمها كي كي او مثلا وبترجع عليه بس احنا مطورين بس التوبيك ده احنا هناخد ايه؟ الستيت فيدباك ان انا دخلت ايه؟ انيشال انبوت بعد كده الانيشال انبوت ده مثلا ايه؟ سيد ايه واحد فل طلع لي الاكسات حاجه معينه وطلع لي الاوت حاجه معينه بعد كده الريسبونس مش عاجبني فبرجع للاكسات تاني بجيب اسمها كده على اليوم بقول له خلاص غير اليوم بتاعك بحيث يجيب لي الريسبونس اللي انت عايزه. طب يبقى معنى كده ايه اللي العلاقه الجديده اللي احنا شفنا اليوم بتساوي ايه؟ نيجاتيف كي اكس صح؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب حلو جدا. حد هيلاقي منك لو في المعادله دي شلت اليوم الكلام ده يعني لو قلت ان الاكس دوت دي عباره عن A X ناقص B في K في X خدت على عملت حاجة ما عملتش حاجة صح هناخد الـ X كومن فاكتور دي عبارة عن A ناقص B في K مضروبة في الـ X مين ديت؟ بنعرف دي بقى حاجة اسمها الـ A نيو الـ A نيو اللي هي عبارة عن إيه؟ الريليشن الجديدة أو الماتريكس الجديدة اللي بتنبوت دي الـ X دوت الـ X يعني لو أنت كان الأنالسيس بتاعك كله أو الكاركترستيك كويشن بتاعك طلعتها الفانكشن في الـ A القديمة إيه اللي هيتغير في السيستم؟ الايه الجديده؟ الايه الجديده اللي هو عباره عن الايه القديمه ناقص البي في الايه بس كده خلصت الديزاين. يبقى انا هدفي كله احسب الجين ماتريكس الكي اللي يجيب لي ريسبونس معين. حد راجع الحته بتاعت البي اي دي لما كان بيبقى جايب ان هي السيستم مثلا عايز يحسن زيتا والاوميجا ايه فكنا بنعمل ايه اول خطوه؟ مش كنت بجيب الكاركترستيك كوشن بعد كده بجيب الترانس فانكشن ونحط الكنترولر ومقارن الاثنين ببعض هنا نفس الكلام نفس الفكره يبقى الستبس عشان خاطر الديزاين. الجين ماتريكس اوكي اول حاجه انك انت هتكون ترانس فانكشن جديده.
سوري الجوفمنت الاوتوريستيك الكوشن الجديده انا فانكشن اوف تيم. مين هنجيبها مين يا شباب؟ هنجيبها مين؟ اس اي بس ان يو بالظبط كده. انا بقول لك اس اي ناقص بي يو بتساوي ايه؟ طب تاني خطوه هنجيب هنجيب اني كاركترستيك ايكويشن بقى بيست على الريكويرمنت اللي هو عايزه صح؟ يبقى هنجيب النيو كاركترستيك ايكويشن بس بيست على الريكويرمنت. واحنا غيرنا الريكويرمنت ساعتها تبقى كواتر فمعنى كده زيتا وبيج ان. فلو كان عندي سيستم سكند اوردر تبقى ايه الايكويشن؟ سيستم سكند اوردر اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير. طب لو كان سيستم سيرفر اوردر بالظبط كده اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير مضروبه بايه؟ في اس زائد الفا بس كده. انا هيبقى فاضل مني في المساله مثلا سيتنج تايم معين ورايز تايم معين اجيب منهم زيتا اوميجا ان بعد كده هكون الكاركترستيك كل اللي هو عايزه. الخطوه اللي بعد كده بالظبط الخطوه هي كده خلاص نفس مسائل البي اي دي. انا عندي واحده فانكشن في الجيم وواحده فانكشن في البرامج بتاعتي. الخطوه اللي بعد كده عباره عن ايه؟ ان انا كبير واحد مع اثنين وهجيب مين؟ وهجيب اثنين. خلصت المساله. صعبه ولا سهله؟ سيستماتيك. بس انا مضمونه بخمس درجات او سبع درجات مش عايز اضيع جنيه. تمام؟ طيب بس ده الكلام ده كله بينزل على تشيك معينه وبينزل على حاجه معينه مين هي؟ لو تفتكروا كان زمان في اس اس ار كان فيه تو تشيك ستريب نعمله اللي هم كنترولين بالظبط اكسستنج يبقى كنترول واكسستنج يبقى زيرو. طب معنى كلمه الستيت فيدباك ان انا بعمل ايه؟ ان انا بقيس الستيت وبرجع كنترول في الانبوت بتاعي بتحكم في الداتا بتاعتي السباي ريتو بتاعي ده يبقى الكونديشن مهم قوي عشان اعمل الكلام ده. الستيت يبقى كنترول بالظبط كده. يبقى الكلام ده كله لازم اول حاجه نرجع نتعلم من فكره الكنترول فاكرين كنا بنعمل ايه؟ الرانك بتاع ايه بالظبط؟ بتاع ماتريكس فانكشن اسمها كيو سي بالظبط. فاول خطوه عشان تشيك السيستم كنترولر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب حاجه اسمها كيو سي. لو تفتكروا كان الاي دي البي في الاي دي بي الاي سكوير دي لحد فين؟ اي باور ان اي باور ان ماينس 1 في البي صح كده؟ بكون الماتريكس دي بتطلع حاجه مثلا سكوير. كل الكيس اللي انا خدها الترم دوت سكوير. فين خطوه بنعمل ايه؟ بنحسب الديترمنت بتاع كيو سي ونشوف لو كان بيساوي زيرو يبقى معنى كده مش فول رانك. يعني ايه كلمه رانك بتاع الماتريكس؟ ان بقى الصفوف والاعمده مالهمش علاقه ببعضهم اندبندنت على بعض. تمام؟ لو طلع بيساوي زيرو ده يبقى هو مش فول رانك يبقى معنى كده السيستم اون. طب لو كانت بتساوي زيرو لو كانت برضه دي بتساوي زيرو يبقى هي فول رانك فعلا يبقى هي طلعت ماتريكس كيو سي دي ماتريكس ولا صف ولا عمود بيعتمد على بعض فيها يبقى اذا هي كونتينيو. خلصت يبقى انت مجرد بيجي لك اس اس ار بتمسك بتشيك الكنترول ريت. لو السيستم كنترول يبقى انا اقدر اعمل ايه؟ سيت فيدباك. لو مش كنترول يبقى انا ما ينفعش اعمل سيت فيدباك. لو عايز اعمل سيت فيدباك بعمل ايه؟ بروح اكون الاثنين ايكويشن دول. اول واحده اللي هي فانكشن في الكيهات بتاعتي، ثاني واحده بيزد على الريكوايرمنت اللي هم ازاي؟ بقارن مع بعض بطلع كده. خلصت ناخد نحل الشيء مع بعض. يلا هو قلت ده حولت السنين اللي فاتت صح؟ لا انت عشان تحلوه بقى محتاج تفتح خمس زباين تاني وتجيب ايه؟ امتحانات السيستمز. الجزء اللي انت كنت بتمسح فيها مثلا بتلاقي سؤال على السيستم ده الجزء ده مش معانا ده بقى معانا بقى. فاهم؟ هو مش فكره غير سؤال المره اللي فاتت بقى فيها بص بس انا ما نزلوش في 4 مسائل قلت لكم حلت المساله محاضرتين انا مسالتين في المحاضره مسالتين فغالبا الموضوع دوت كفايه مش محتاج انت في المحاضره فين؟ المحاضره مع السكشن غالبا كفايه مش محتاج تقعد لا ليه ده كويس لا انا وصلت بشكل شكل رقم شكل رقم قال لا قال لا حاجه لا انا عادي هو قال هو الفوز اللي وقع الدنيا يعني هو توقع قال لو احنا ناس الدنيا خرجت بره السيستماتيك سيبها تبدا الدنيا تقع. طب هو لو هي يعني انت هتاكد ما هو عشان كده لا هو لا اصل في حاجه طيب يعني صعب يبقى. حتى لو يعني في حاجه مثلا اخر 10 درجات زي كده فكره الباقي كله لازم يبقى الدنيا كلها ناس تبقى زي كده حامل نادي حاجه كبيره او حمرا والله هو كنت حاجه
فيدباك وسؤال سيلف فيدباك. بس هو دكتور ريدي حاطط وغالبا يعني ركزوا في الامتحانات اللي فاتت غالبا بيجيب كتير من الامتحانات اللي فاتت. في جزء عشان برضه ما تنسوهوش اللي هو البي اي دي. في البي اي دي كان في الاخر كان حاجه اسمها الزبرا. طريقه اسمها زبرا دي علينا وممكن تبقى عليها خمس درجات يقولوها هي عبيطه جدا. حاجه عبيطه مجرد انك انت بتعمل راوس وتطلع حاجه اسمها البي سي ار والكي سي ار وتجيب منهم الايه الكي دي والتي ار والتي دي بس كده. الناس ناسياها الناس فاكره مش عليها متوقع يجي مثلا سؤال 12 درجه 7 سيتي باك وخمسه طبعا كده على الهواء ورق مكتوب كويس عليه ورق زي ما كده طيب بصوا شباب معايا المساله ديت عايزه تشيك سيستم كنترول. مديني ايه؟ مديني الستيت ايكويشن بس بشكل لوب دياجرام تمام. فانا محتاج اطلع الستيت ايكويشن عشان انا عشان تشيك الكيو سي محتاج ايه؟ الاي ماكس ويل. بصوا هناك عشان اجيب الكيو سي محتاج الاي وال بي. مديني الستيت ايكويشن بس حاجه عباره عن لوب دياجرام. طب عشان اجيب الاي وال بي نعمل ايه؟ لو عايز اقول اكس 2 بتساوي ايه؟ بيساوي البلوك نوت اللي 2 على اس ناقص 3 في يوم من جي على نقطة جي اتش 2 على اس 3 في يوم مفيش فيدباك يعني الناس الصبح قالت لي ان جي على نقطة جي اتش لازم يجيب فيدباك. قلت لها نهار عبارة عن بلوك عادي جدا مفروض في ايه؟ في يوم عبارة عن 2 على اس ناقص 3 مضروب في يوم اس. طب حلو جدا تاني ايكويشن اكس 1 عبارة عن ايه؟ 1 على اس ناقص 1 مضروبة في يوم ناقص حلو جدا كده. طيب دي معادله الاس دومين. انا الاس ستار بتاعي كده تايم دومين. بنعمل ايه؟ لو بص انت بس محتاجين نحطها في فورمه كويسه حتى هيطلع مني لو انا ربطت الكروس كده قلت دي بقى عباره عن اس اكس 2 ناقص 3 اكس 2 ايكوال 2 يو. حد اتضايق؟ قلت اس اكس 2 اوف اس ناقص 3 في اكس 2 اوف اس بتساوي 2 يو. طب لو عايزين نعمل لو بص انت في الايكويشن ديت حتى هيتلاقي لو قلت ان عباره عن اكس 2 دوت و تي هي عباره عن 3 اكس 2 و تي زائد 2 و تي. حد على كده جبت اول ايكويشن زي الفل. طب ماشي الايكويشن ديت نفس الفكره. هنروح هنا نقول ان انا عندي اس اكس 1 و اس ناقص اكس 1 و اس بتساوي يو ناقص اكس 2 صح كده؟ هنعمل لابلاس ترانسفورميشن انفرس هتطلع لي ان اكس 1 دوت و تي عباره عن اكس 1 اوف تي ناقص اكس 2 اوف تي زائد اليو تي صح كده؟ الايه ماتريكس كام كام عندي؟ 2 في 2 يعني لو عايز اكتب الستيت ايكويشن كلها يبقى انا عندي الايه ماتريكس مضروبه في الاكس اوف تي زائد البي ماتريكس مضروبه في الايه؟ اليو تي. دي هتبقى كام في كام بقى؟ 3 في 1 كام في كام؟ 2 في 1 2 في 2 الاكس ايه ده بيبقى ايه في ايوه والاكس 2 في 1 يبقى ايه كام؟ 2 في 2. طب نكتب الايكويشن ازاي؟ بقول له اكس 1 دوت بتساوي ايه؟ 1 في اكس 1 ناقص 1 في اكس 2 زائد 1 في اليو. 1 في اكس 1 ناقص 1 في اكس 2 زائد 1 في اليو. افتكرته؟ طب اكس 2 دوت 0 في اكس 1 زائد 3 في اكس 2 زائد 2 في اليو. 0 في اكس 1 زائد 3 في اكس 2 زائد 2 في اليو صح كده؟ يبقى دي ايه بتاعتي؟ دي حلو جدا. عشان تشيك السيستم كنترول محتاجين نطلع مين؟ الكيو سي. الكيو سي اللي هي عباره عن ايه؟ دي 1 2 بعد كده اي دي ايه اللي هي 1 1 ناقص 1 2 بيطلع 2 في 1 بعد كده 0 في 1 زائد 3 في 2 6
بقف امتى؟ بقف عند ان ماينس 1، انا عندي جابت ايه؟ 2، بقف عند ايه في؟ تمام؟ بعد كده بنحسب الديتيرمنت بتاع كيو سي تبقى عباره عن ايه؟ 1 في 6 ناقص 2 في 2 تطلع 8 اللي هي تساوي 0 في اذا دكتور صعبة؟ نبدا بقى صعبة؟ خش صعبة بس كده تاخد مسألة كمان؟ الشيت اللي نزل متقسم جزئين، أول مسألتين بنراجع معاك الحاجات ديت، وتاني مسألتين على الديت اللي فات. وأنا هحط لكم الشيت كله في الخطوه اللي فاتت بطلع الايه ماتريكس والبي الايه بكام؟
نيجاتيف 0.1 نيجاتيف 2 2.5 سالب 2.5 ودي كام؟ 0.1 صح. بعد كده لا انا تشيك تيست راح في الكيو سي صح؟ كيو سي عباره عن 0.1 0 بعد كده اضرب يبقى نيجاتيف 0.1 0.1 ده ب 0 بعد كده 2.5 0.5 ضربت الاثنين في بعض ماشي؟ بعد كده بتحسب ايه؟ ده يساوي 0 يبقى اذا ما تضيعش وقت ليك في الامتحان ده وتحسبها انت خلاص انت بص انت بص كده على طول هل في حاجه انا ممكن تخليها زيرو؟ دور ما تقعدش بقى تضرب الرقمين وتطلع رقم مش فارق معايا رقم في حاجه انا فارق معايا بس ان انا اعرف ده يساوي زيرو فده ده كده كده زيرو ففي ناس كتير كده ماشي؟ ما تضيعش وقتك في الحاجات اللي في الامتحان كده لما اول حاجه ثاني سؤال بقى في المساله دي بيقول ايه؟ ارسم لي الستيت دايجرام او البلوك دايجرام بتاعك نعمل ايه؟ يعني عكس السنه الاولى كان بيديني بلوك دايجرام بيقول لي هات الستيتس، هنا بيديني الستيت ايكويشن وبيقول لي هات ايه؟ البلوك دايجرام. طيب حاجه افكر فيها كده يا شباب، عندي الستيت ايكويشن دي بتربط لي الاكس لوج بال اكس، يبقى انا محتاج حاجه كومبوننت او بلوك يدخل لها اكس لوج ويطلع منها اكس، مين ديت؟ اكس لوج لا اكس لوج ويطلع اكس. محتاج انتجريتور. قاعده كده في الصوره بتاعتي ان انا عندي عدد الانتجريتور دايما هو عدد الستيتس، فالستيتس ده عندي كام ستيت؟ اثنين يبقى عندي كام انتجريتور؟ اثنين يبقى انا خلاص عرفت ان انا كده هستخدم انتجريتور هنا وانتجريتور هنا عايزين تعملوا كده اوكي عايزين تعملوا واحد على اس مفيش مشكله ماشي؟ طيب الانتجريتور ده بيصير له اكس بص بيطلع عنده اكس مين فيهم نختار اكس واحد احسن لنا؟ نبص على المعادله اكس واحد فانكشن في اكس واحد واكس اثنين وليو فمحتاج من الناحيه دي الايه؟ الايه؟ فلازم ناخد ده مين؟ الاكس واحد فهنقول دوت عباره عن اكس واحد دول ويخرج كده اكس واحد ده كده اكس 2 دول ويطلع اكس 2 الناس تركز معايا الناس تركز معايا انا هنا برسم البلوك دايجرام البلوك دايجرام هو عباره عن اثنين انتجريتور الاثنين انتجريتور انا عندي اثنين ستيت وانا الستيت ايكويشن بتقول لي يدخل اكس واحد دول ويطلع منها اكس واحد لكني بكملها ويطلع اكس واحد طيب ليه اخترت اكس واحد هنا؟ لان هي الاسهل المعادله معادلتها فيها ناحيه اليمين فانا حطيتها ناحيه اليمين طب عشان ديزاين بقى نعمل ايه؟ بالظبط اول حاجه ده عباره عن في سمر هنا دخلوا ايه؟ اكس واحد مجموعه فلتر جاي من الفرونت ولا حافظينها حاجه كده؟ لا حافظها للستاندرد اللي هي الاوبزرفر ما تحفظش حاجه ماشي؟ داخلها اكس واحد مضروبه في ايه؟ هي البوينت اوف 1 ودخلت في وسط صح كده؟ في سؤال؟ دي اول معادله تاني معادله جزء المعادله اكس 2 مضروبه في سالب 2 ثالث جزء اليوم مضروبه في بوينت واحد كده انا خلصت اكس واحد دول صح؟ طب حلو جدا فاضل لي مين؟ اكس 2 دول اكس 2 دول بتساوي ايه؟ اضرب دي في 2.5 بعد كده ارجع كده في نيجاتيف 2.5 لا ده صعب سيستماتيك جدا وحرام ده على الاخر الخطوه اللي بعد كده بارت سي بيقول لي فايند البارامترز اللي هي الست اللي زي ما انا ساين زي ما انا بالظبط بارت دي بقى هو ده الجديد بتاع الفكره بيقول لي ديزاين كي ساتش ذات ان انا اجيب الماكسيم دي يكون ب 10% وان انا اجيب السيتنج تايم يكون بكام؟ واحد هو قال لي انا عايز ان هي عباره عن نيجاتيف كي بالاكس هو عايز يجيب كل كي اللي يجيب لي الريسبونس ده نعمل ايه يا شباب؟ الخطوات لسه ما اتمسحتش اول خطوه نعمل ايه؟ معايا؟ نجيب الكاركترستيك ايكويشن اول خطوه نعمل ايه؟ الكاركترستيك ايكويشن الجديد بالظبط نجيب اس اي ماينس اي دي الكاركترستيك ايكويشن تعالوا نجيب الاي نيو الاي نيو بتساوي ايه؟ الايه ناقص البي في كي صح يا شباب؟ ركزوا في المساله دي جزء كبير. انا عايز اديزاين الكي عشان اجيب الريسبونس ده، فانا اول حاجه بجيب الكاركترستيك ايكويشن بتاعتي اللي فانكشن في الكي اللي هي اس اي ناقص اي نيو، الاي نيو هي عباره عن الليله دي ناقص البي في كي، الليله دي هنا كام؟ ماينس 1.10 لا نيجاتيف 0.1 ونيجاتيف 2.5 ونيجاتيف 2.5 ناقص البي في كي دي بكام؟
صح من 10 بوينت 1 و 0 مضروبه في الجي الجي حاجه اللي هو طبعا انت مكان بجد نعم 2 في 3 2 واحد لا واحد اثنين واحد اثنين لان انا بضرب بحاجه ما غدا كده انا بقول لك هي عباره عن حاجه 2 في 1 فانا عايز اضربها في حاجه تبقى ايه تطلع كل 2 في 2 يبقى 2 في 1 1 2 تبقى تطلع حاجه 2 في 2 يبقى عندي كي 1 وكي 2 يبقى معنى كده ان دايما الكي ماتريكس عباره عن فيكتور عدد الكولومز بتاعته وعدد الستيب بتاعته لان هو جاي منين تاني يا رقم دي اليوم بتبقى نيجاتيف كي في اكس فدي في الاخر بتفكها نيجاتيف كي 1 في اكس 1 ناقص كي 2 في اكس 2 لو عندي اكتر من اكس يبقى نيجاتيف كي 3 اكس 3 انا صور سهلة؟ حاجة صعبة؟ طيب تعالوا نضرب سالب بوينت واحد سالب اثنين اثنين ونص سالب اثنين ونص ناقص كام في كام بقى؟ ناقص ايه؟ تعالوا نضرب ضد بعض جميل؟ ده بوينت 1 كي 1 ده في ده بوينت 1 كي 2 ده في ده 0 حلو كده؟ نطرحهم من بعض اتفضل لي سالب بوينت واحد ناقص بوينت واحد كي 1 سالب اثنين ناقص بوينت واحد كي 2 سلام عليك يا عم كل حاجة طالعة في الفراش يبقى 2 ونص ناقص 0 2 ونص بعد كده سالب 2 ونص صح؟ كده انا جبت الايه الجديدة عايز اروح احسب ايه بقى؟ الاس اي ناقص ايه؟ انا كل لسه ما خدتش الكاركترستيك ايكويشن تمام؟ فاروح اقول ان انا عباره عن اس اي هي عباره عن زيرو اس ناقص الايه اللي هي سالب بوينت 1 ناقص بوينت 1 كي 1 وسالب 2 ناقص بوينت 1 كي 2 2 ونص ناقص 2 ونص طب لما تطرحهم من بعض تطلع ايه؟ اس خالص ناقص الكلام ده بوينت 1 زي بوينت واحد في واحد ودوت اثنين زي بوينت واحد في اثنين ناقص اثنين ونص واس زائد اثنين ونص عشان اجيب الترابيزي او ايه؟ الديتيرمنت بتاعتي عباره عن اس زائد اثنين ونص مضروبه في اس زي بوينت واحد في واحد ناقص اثنين ونص في اثنين زي بوينت واحد في اثنين صح الكلام ده؟ حد مش شايفه؟ عملت ايه؟ اس ماينس ايه؟ بعد كده خدت المحدد بتاعي، لو ضربت الدرجة ده تمام؟ دي تنفع ايكويشن عامل كده، سكوير زي 2 بوينت 6 بس بوينت 1 كي 1 كي 1 مضروب اس زي 5 مضروب زي بوينت 5 كي 1 زي بوينت 5 كي 2 شو زي كده انا طلعت الكاركترستيك ايكويشن از فانكشن في الكي بعد كده تاني خطوه ايه هي؟ محتاج اطلع الكاركترستيك كويشن الجديده بيطلع الفايبر هو مديني ايه بقى؟ على جنب كده مديني ماكسيمم دي اجيب منها مين؟ زيتا زيتا صح؟ فاكرين القانون اللي هو كان بيقول ان زيتا عباره عن سالب ان ماكسيمم دي على الجهاز التربيعي بعدين ماكسيمم دي سكوير بلس واي سكوير دي هتطلع منها ان الزيتا بتاعتي 0.59 حلو جدا طب بعد كده السيبنج ده هنطلع مين؟ 4 على زيتا 4 على ده اللي هو عباره عن 4 على دي اوميجا ان فتطلع الاوميجا ان بتاعتي كام؟ ب 6.76 ريليون كده انا بعمل دي اوميجا ان صح؟ اروح اكون ايه؟ الكاركترستيك كويشن بتاعها اللي هي عباره عن ايه؟ عن اس سكوير زائد 2 دي اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير اللي هي عباره عن اس سكوير زائد 8 اس زائد 45.86 بتساوي 0 الخطوه الثالثه هجيب الكي بقى بالظبط انا هقول ديت بمين؟ موضوع سيستماتيك ابعد نعم؟ بالظبط حتى الست كام؟ يعني الست بتديلك سكند لازم يعني عدد انا عندي دي ست لا مش محتاجة طبعا تمام؟ طيب نقارن المعادلات شويه تطلع ايه؟ ان 2 و 6 من 10 زي بوينت 1 كي 1 بتساوي 8 وتطلع ان 5 ربع زي بوينت 5 كي 1 زي بوينت 5 كي 2 بتساوي كام؟
45 ويتريزنت من هنا هتطلع ان الكي 1 و 54 والكي 2 بكام؟ بيبص ب 108.4 يبقى اذا اليو ماتريكس عباره عن اليو بتاعك عباره عن ايه؟ 60 ليه؟ سهلة ولا صعبة؟ مشكلة؟ طيب المسألة اللي بعد كده فكرتها ايه؟ مش شرط السيستم يبقى ستيبل عشان خاطر ان انا ديزاين كي. انا ممكن استخدم الكي ان انا اقلب السيستم يبقى ستيبل بالظبط. فالمسألة اللي جاية فكرتها كده السيستم وان ستيبل بيقول لي اختار لي الامتياز اللي يخليه سيستم ستيبل. طب حد يفكر معايا لو كان عندي لو انا جبت الكاركترستيك ايكويشن انا هنا مش مديني حاجة تجيب لي تاني مش مديني حاجة تجيب لي الايكويشن دي. هو بس قال لي انا عايز السيستم ستيبل. قال لي انا عايز السيستم ستيبل فنعمل ايه؟ هجنريت عليه قصه على ستي يو عشان اخلي دي ستيبل بقى نعمل ايه فاكرين نوس بالظبط اخلي كله اكزيست وكل بوست الكونديشن بتاعي اللي هي بقى اكبر من الزيرو ده يبقى اكبر من الزيرو وتجيب كونديشن على كي 1 وكي 2 حلل البتاع طيب اللي بعد كده بيقول لي بقى بيقول لي فايند برضه الكيات اللي تخلي لي السيستم بتاعي فيه الدمج بتاعه كويس والسيستم سريع دمج كويس معناه ايه؟ الزيتا بكام؟ واحده تاخدها بوينت 7 البوينت 4 والبوينت 8 فكله بوينت 7 وسيستم سريع فساعتها انت مسموح لك انك انت تبني السيستم ديزاين حاجه اصغر من 1 سكند كله بوينت 6 بوينت 8 زي ما تحب ماشي؟ طيب دي كلها افكار فكره كمان افرض السيستم بتاعنا كان سيت اوردر فنعمل ايه؟ الفا زائد اس بالظبط يبقى في زائد اس الفا دي تبقى بكام؟ 5 زيتا اكبر من 5 زيتا ميجان كلهم 6 زيتا ميجان 7 زيتا ميجان تمام كده؟ نفس افكار الدي اي دي بالظبط شيء بتاع في حد عنده مشكله؟ كان مشكلة عندكم؟ كلمة زي الفل يا شباب ربنا يكرمكم. يا ريت النهارده ما تزعلناش من بعض.